أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: كنت قد عزمت على السفر إلى بلدي نهائيا لقلة الراتب، فوعدني ابن صاحب العمل بزيادة راتبي، وحين مرور سنة أو أكثر سألته عن موعده فقال: كنت أهدئك فقط حتى لا تسافر، فهل يعتبر ذلك حقا لي في الآخرة إن لم يعطني ما وعدني؟ الوفاء بالوعد مشروع مستحب، ويرى بعض العلماء أنه واجب، يجب عليه الوفاء به. فعلى كل حال ينبغي لهذا الواعد أن ينفذ ما وعد من ماله هو، من ماله هو لا من مال غيره، أن يفي بالوعد من ماله، لأنه هو الذي التزم بذلك، هذا الذي ينبغي له إبراء لذمته. نعم.